من المرشحين؟ معركة رئاسة الجمهورية بدأت، هي بدأت، وأنا برأيي خلاص بلش العد العكسي مع رئاسة الجمهورية. هلا تشكيل الحكومة، إذا نجحت تشكيل الحكومة بتساعد بمقاربة هادئة لانتخابات الرئاسية. إذا تشكلت الحكومة، لم أنا بالنسبة لي لم أقطع الأمل من إمكانية تشكيل الحكومة أو إعادة على الأقل تعويم الحكومة الحالية في حل بديل، لأنه هذه الحكومة الحالية مقبولة من الفرقاء الأساسيين اللي ممكن يدعمون للرئيس مئاتي بهذه المرحلة الانتقالية، وما في خلاف على أسماء كتير، يعني باستثناء يمكن بعض الملاحظات حول أداء بعض الوزراء، وممكن تقطع، يعني بدل ما تكون حكومة تصريف أعمال بتكون حكومة عادية وبنخلص. أنا سمعت أنه رئيس الجمهورية قال له للرئيس مئاتي إذا أنت بدك تغير، ليش بدك تغير فلان وفلان، ما بدك تغير فلان وفلان؟ طب طالما هيك أنت قايل أنه هاي الحكومة كانت أفضل الحكومات تجانسا وأنا تعاونت معها وكانت إيجابية، فخليها. هذه أحد الخيارات. وفي خيار تاني أنه لا، توسعتها وتضم شخصية سياسية. إذا لم يتم التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس مئاتي على الحكومة، سواء إبقائها وإعادة تعويمها أو تشكيل حكومة جديدة، ملف رئاسة الجمهورية سيصبح هو الأولوية، وتتحول هذه الحكومة تصريف أعمال، وسيتم الضغط أن لا تطول فترة تصريف الأعمال إلى حين انتهاء مرحلة رئاسة الجمهورية، لأنه في إشكالية دستورية أنا ما عندي معلومات بالضبط حولها. هل تستطيع حكومة تصريف أعمال أن تتسلم صلاحيات رئيس الجمهورية في حال انتهت ولايته؟ من شان هيك عم تتقدم اليوم معركة رئاسة الجمهورية. والرئيس بالنسبة للرئيس بري معلومات أنا متأكد منها أنه سيدعو إلى انتخاب رئيس جمهورية في الأسابيع الأولى من شهر أيلول من أجل الإسراع. وأما بالواقع العملي بدأت، أنا برأيي سواء أنا من خلال تواصلي مع بعض الجهات الدبلوماسية أو القوى المعنية، بدأ البحث جديا عن الشخص الذي ممكن يتولى رئاسة الجمهورية بالمرحلة الجاية. طبعا الأسماء صارت معروفة. طالما هذا الملف المطروح، ويعني نحن كنا عم نحكي بأول حلقة أنه هناك شكل في المنطقة لم يتوضح بعد، لأنه نحن مش عارفين سواء إذا كنا مقبلين على انفراجات أو على صدام ربما. فبالتالي إذا نحن كنا جزء من هذا الحراك اللي عم بيصير بالمنطقة، حكما لو ما صار أي من اثنين، لا انفراج ولا الصدام، فعنوان معركة رئاسة الجمهورية كمان بده يكون شبيه بالظروف اللي نحن عم نخوضها. فبالتالي اسم يعني لا يكرس فوز محور على آخر أو فرض اسم على آخر. إذا نحن بمرحلة تقطيع وقت وفي رغبة غربية وإقليمية بأنه فلتنتخبوا رئيس جمهورية، بالظروف اللي عم نحكي عنها ساعتها من سيكون الأكثر حظا وفق المعطيات المتوافرة حتى هذه اللحظة؟ في مقولة لسفير لبنان بالفاتيكان دكتور فريد الخازن من وقت معركة رئاسة العميد ميشيل عون، أن العامل الداخلي بمعركة رئاسة الجمهورية بهذه المرحلة هو يتقدم على العامل الخارجي. وأنا برأيي هذا تقدير قوي، يعني أصبح، وإذا لاحظت حتى بمعركة العميد ميشيل عون، لأول مرة العوامل الخارجية ما كان لها تأثير، كان العوامل الداخلية لها تأثير. عندما تغير موقف الدكتور جعجع من العماد ميشيل عون، تغير موقف الرئيس سعد الحريري، انتخب العماد ميشيل عون، رغم أنه كنا بقايين سنتين بسبب تمنع حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر والتيار المرضى من الذهاب إلى جلسة. لكن عندما حصل توافق داخلي، ووقت عن السعودية كانت مش كتير مرتاحة، وحتى الأمريكان ما كانوا كتير مرتاحين، ما بعرف الفرنسيين بوقتها إذا ما كان عندهم ممانعة، بس ما كان حظي انتخاب الرئيس عون ب 2018 بعتقد 2016 بنوع من رعاية دولية وإقليمية، وكان العامل الخارجي. أنا تقديري اليوم صحيح العوامل الخارجية ممكن تفيد أو تساعد، لكن العامل الداخلي هو مؤثر، خصوصا بظل مجلس النواب الجديد عدم وجود كتلة ناخبة حاسمة، يعني ما في. في مؤشرات هلا، يعني الرئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بلش يحكي عن ضرورة تلاقي مع المعارضة ليكون له تأثير. بدك شخصية تسوية. هلا هناك يعني في شخصيتين أنا برأيي مستبعدين من الرهان أو من البازار الانتخابي، هن الدكتور سمير جعجع والأستاذ جبران باسيل، لأنه لا الدكتور سمير جعجع يستطيع أن يحقق أكترية له بظل هذا البرلمان لأسباب عديدة، ولا الأستاذ جبران باسيل يستطيع أن يحقق. الشخصين الأكثر إمكانية يحققوا بس بدهم لهم شروطهم هن الأستاذ سليمان فرنجي ولا ماجد جوزيف هون.